ما هو مش هينفع كده يا شباب، مش هينفع كده يا برنس، مش هينفع كده يا جمهور النادي الاهلي، مش هينفع كده يا جمهور الكوره. انتوا فين يا ناس؟ انتوا فين؟ الحقونا من خالق الغندور، الحقونا من غندوريات، الحقونا من تصريحات خالد الغندور. وبيتضايق على فكره، وبيتضايق لما جمهور النادي الاهلي يشتمه، ولكن من حقه. ما جمهور النادي الاهلي من حقه، ما انت كل شويه تستفز جمهور النادي الاهلي، انت كل شويه تتريق على جمهور النادي الاهلي، كل شويه تستفز. فبقى ما تجيش تزعل لما جمهور النادي الاهلي يشتمك، او جمهور النادي الاهلي يتنمر عليك، او جمهور النادي الاهلي يعمل اي حاجه عشانك. انت واحد عمال تستفزني طول الوقت، طول الوقت عمال تستفز جمهور النادي الاهلي. فانت ما تزعلش بقى لما جمهور النادي الاهلي يشتمك. انت ما انت ما تزعلش، انت كل شويه واحد عمال يستفزني، واحد انت قاعد معاك كده في الشغل، كل شويه انت شغال معايا عمال يستفزك يتريق عليك، هتعمل ايه؟ لا هتمسكه تضربه ولا هتشتمه. ما هي كده. انت واحد خالد غندور كل شويه عمال تتريق على النادي الاهلي، عمال تستفز جمهور النادي الاهلي، عمال الاهلي 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 ماسك النادي الاهلي بعد كل ماتش تريقه بقى قفشات، يقول لك الفرقه بتفوت له وبتكسب بالتحكيم، ده مش عارف ايه. انت ليه؟ هو النادي الاهلي عامل لك ايه؟ النادي الاهلي عامل لك ايه؟ تصريحات خالد الغندور بعد تعادل النادي الاهلي مع البنك الاهلي اللي هتعرفها دلوقتي يا برنس، هتعرف التصريحات بالتفاصيل. تصريحات خالد الغندور بعد تعادل النادي الاهلي مع البنك الاهلي، التعادل اللي ضايق كل الناس طبعا، والتعادل اللي كان ضايقنا شخصيا. ولكن ما تنساش اللايك بتاعك، ما تنساش اشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس، وتعالى بقى نسمعك تصريح خالد الغندور يا برنس. خالد الغندور صرح على مواقع السوشيال ميديا بتاعته او الصفحه بتاعته الشخصيه يعني، كتب خالد غندور: سموحه والجونه وبيراميدز والبنك الاهلي وكلهم القضيه ممكن في الوقت الصعب. سبحان الله، من ساعه اما قالوا القضيه ممكن والاهلي بيخش فيه اهداف وبتيجي فيه اهداف بعد الدقيقه 85 وفيما فوق، ايه بيحفل على نفسه. يعني ايه القضيه ممكن؟ هي القضيه دي طلعت لمين؟ القضيه الممكن دي طلعت لمين؟ خالد الغندور يا شباب بيحفل على نفسه. ما انت ما تجيش كل ماتش تتريق علينا، كل ماتش يطلع لنا بتصريحات، كل ماتش تتريق، كل ماتش مش عارف ايه. كفايه كفايه غندوريات، كفايه غندور، كفايه خالد يا غندور. حرام حرام كميه التصريحات اللي انت عمال تستفز بيها جمهور النادي الاهلي. انت بتتكلم في كميه تصريحات مش طبيعيه. كل ماتش للنادي الاهلي لازم يعني لازم خالد الغندور يكون في تعليق ليه بعد مباراه الاهلي، لازم صرف يعني، هو لازم اللي يطلع بتعليق، يطلع بقى بتعليق يستفزك يعني، حتى لو يعني بيشيب بالنادي الاهلي لا يطلع في الاخر خالص كده وركز، هتلاقيه بيتريق، هتلاقيه بيتريق. هو خالد الغندور كده. ما تعرفش النادي الاهلي ده عامل له ايه؟ ما تعرفش النادي الاهلي ده بيستفزه بايه؟ ما تعرفش النادي الاهلي عامل لخالد الغندور ايه؟ لما بيقول لك سبحان الله، سبحان الله يا جماعه، سبحان الله، إيه من ساعه ما قالوا القضيه ممكن وهم بياخدوا القضيه ممكن، ايه يا غندوريات؟ انت عاوز ايه دلوقتي؟ انت عاوز ايه؟ انت واحد بيتريق على نفسه ولا واحد بيستفز نفسه ولا واحد ايه بالظبط؟ ما احنا عاوزين نفهم يعني، احنا عاوزين نفهم. ما انت ما تجيش تزعل لما جمهور النادي الاهلي يطلع ويشتمك او يطلع يستفزك او يطلع يعمل اي حاجه يتريق عليه. انت ما تجيش تزعل، ما تجيش تزعل لما جمهور النادي الاهلي يعمل معاك حاجه، ما تجيش تزعل. انت بتزعل من حاجه انت اللي يعني انت اللي بتبدا والباقي اصلا يعني انت اللي بدات، انت اللي بدات وعمال تتريق على جمهور النادي الاهلي، انت اللي بدات وعمال تستفز جمهور النادي الاهلي، انت اللي بدات، انت اللي بدات في كل حاجه. فما تجيش تزعل بقى لما جمهورنا اللي يخش على صفحاتك، يخش على كل حاجه بتاعتك في السوشيال ميديا، جمهورنا اللي يتريق عليه، جمهورنا الاهلي يرفع لك فيديوهات يتريق. ما تزعلش، ما تزعلش. وانا برضو حاسس ان كمان في اخواتي واصحابي الزملكاويه بيبقوا متضايقين من شخصيه خالد الغندور اللي هو بيعمله بعد كل ماتش للنادي الاهلي، واللي هو كل شويه بيعمله على النادي الاهلي بيتضايقوا. ما يا جماعه خالد الغندور ده شخصية زملكاوية، يعني بيمثل نادي الزمالك، يعني بيمثل جمهور نادي الزمالك، يعني بيمثل أي حاجة اسمها زمالك. واحد كان لعيب في نادي الزمالك ولعب منتخب مصر ودلوقتي في قناة نادي الزمالك، فكل الكلام ده حاجة برضه كبيرة لجمهورك. فأنت ما ينفعش إنك تطلع كل شوية تستفز جمهور النادي الأهلي. هات لي كده حد من النادي الأهلي بيطلع يستفز جمهور نادي الزمالك، مفيش. هات لعيب كده يعني، يطلع مثلا بركات يستفز جمهور، يطلع ابو تريكه يستفز جمهور نادي الزمالك،
مفيش يطلع اول جمعه، مفيش. انت بتتكلم على ناس مقامات، ناس تقيله، مفيش يا باشا، مفيش حد يطلع ان هو يستفز يستفز اي حد من نادي الزمالك، او يستفز نادي الزمالك، او يستفز جمهور نادي الزمالك، مفيش. ما عندناش الحته دي. ولكن خالد غنبور تحس ان النادي الاهلي عامل له عقبه في حياته، النادي الاهلي عامل له حاجه في حياته مش طبيعيه يا برنس. تروح تفكر معايا، هو النادي الاهلي عامل له ايه؟ طب هو النادي الاهلي ما عملوش حاجه، ما عملوش حاجه خالص، ما عملش خالد غندور حاجه خالص. فانت ما تجيش كل ماتش تقعد تتريق علينا، كل ماتش تفضل قافشنا، كل ماتش تطلع علينا بتصريحات، كل ماتش مش عارف بايه، الاهلي بيفوتوا له الماتشات، الاهلي بيكسب بالحكام، الاهلي 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 والاهلي مفيش حاجه يعني. الاهلي مفيش منه رد، وما بيردش، هو بيشتغل في الملعب. اه تعديلنا مع البنك مفيش مشكله، ما انت ما تطلعش بعد كل ماتش تقعد تتكلم معانا، قصدي تقعد تتكلم علينا، تقعد تستفزنا، تطلع تعمل اي حاجه. فحرام حرام 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 بجد خالد غندور اللي هو بيعمله فينا، يعني حرام بجد. حاجه انت كمشاهد وانت كمشجع لفريقك سواء اهلاوي او زملكاوي او بتشجع الكره المصريه، انت نفسك هتتضايق يا راجل، انت نفسك هتزهق من كميه التصريحات اللي خالد غندور بيعملها. هتزهق، تزعل بشكل كبير جدا. هي مش كل شويه تصريحات 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 تصريحات، كفايه يا عم، كفايه بقى، كفايه كميه التصريحات دي يا شباب. حرام حرام بجد اللي بيحصل فينا يا باشا. ولكن وصلنا لغايه نهايه الحلقه بتاعتنا يا برنس. ما تنساش اللايك بتاعك، ما تنساش اشتراكك في القناه، تفعيل زر الجرس، وتخش ترد على خالد غندور عندك في التعليقات يا برنس. وسلام.